أنت تعرف أنه أنت إنسان عزيز علي. حدثنا عن الإصابة، إيش اللي حصل؟ فين وصلت في مرحلة العلاج؟ والله الحمد لله، يعني زي ما يقولوا راح الكثير بقى القليل. أتوقع يعني كان عندي أنا تمزق درجة ثانية، أتوقع أنه باقي لي تقريبا بإذن الله من أسبوع لأسبوعين إن شاء الله أكون متواجد مع أخواني اللاعبين إن شاء الله. تمزق سببه مشكلة في الإعداد ولا ضغط؟ لا والله بالعكس، يعني الإصابة واردة، هذا الشيء كاتب الله يعني لنا، يعني الحمد لله، نقول الحمد لله. إصابة جت وإن شاء الله نتعدي، إن شاء الله نرجع أنا أخواني اللاعبين يعني، وإن شاء الله نساعد الفريق إن شاء الله. كيف أجواء المعسكر؟ والله أجواء زي الفل، مدرب جديد يبي يتعرف على اللعيبة، مدرب ما شاء الله باين إنه روحه حلوة مع اللعيبة، ومدرب عالم يعني غني عن التعريف، مو فهد مولد اللي يقيم المدرب. أتوقع إن شاء الله بإذن الله مدرب حيسوي شغل معنا إن شاء الله. السعودية والبرازيل تمنيت تكون مع الشباب؟ والله مباريات زي هذه أكيد أي لاعب يتمنى إنه يكون متواجد، يعني مباراة كبيرة بين منتخب السعودي ومنتخب البرازيل، تمنيت إني أكون موجود، لكن قدر الله ما شاء. فعلى أخوان اللاعبين اللي متواجدين أظن إنه ما حيقصروا، فيهم الخير والبركة، الله يوفقهم إن شاء الله وإن شاء الله يفرحونا. من اللاعبين أثر عليكم؟ لا والله بالعكس، يعني الاتحاد هو الاتحاد، سواء بأجانب أو بدون أجانب، الاتحاد معروف بالروح، متى ما عادت روح الاتحاد أنا أتوقع إنه الاتحاد حيسوي حاجات يمكن ما حد يتوقعها. إيش حصل للاتحاد الفترة الماضية وإيش توعد الجماهير؟ والله ما أدري إيش أقول لك اللي حصل، يعني نتوقع الدروب، يعني الاتحاد يمكن من 20 سنة ما مر في مرحلة مثل هذه المرحلة اللي يمر فيها النادي، بس بإذن الله مع المدرب هذا نتخطى هذه المرحلة. أنا أتوقع يعني نزول في المستوى بشكل كبير، لكن أتوقع بإذن الله أننا حنعدي هذه المرحلة ونرجع أقوى بإذن الله. سألتك الجمهور الاتحاد اللي ينتظرها؟ والله اعتذرنا منهم كثير، يعني جمهور الاتحاد غالي علينا كثير، أتوقع هم زعلانين مننا كثير، إن شاء الله يا رب إن نحاول إننا نفرحكم. أحب أقول لهم أيضاً إحنا كلاعبين زعلانين على أنفسنا، ما إحنا راضين على أنفسنا، بس أحب أقول لهم ساعدوا اللعيبة، ساعدوا الفريق. الانتقاد أوكي صحيح، الواحد ينتقد نقد محبة، لكن أتوقع إنه لو دعموا اللعيبة بإذن الله إننا نفرحهم إن شاء الله.